بانعقاد القمة 37 لدول مجلس التعاون الخليجي تتواصل مسيرة النماء والعطاء التي أرسى قواعدها أصحاب الجلالة وسمو قادة دول المجلس، حيث تجلى ترسيخ العمل الجماعي المشترك ودعم المسيرة الخيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات. طوال أكثر من ثلاثة عقود استطاع مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية من أن يثبت وجوده كنموذج يحتذى به بين المنظمات الإقليمية والدولية، فبالرغم مما مرت به المنطقة من ظروف إلا أن المجلس استطاع الخروج برؤية واحدة في مواجهة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والتي تنطلق من الإيمان بالمصير المشترك والحرص على حفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها. وفي هذا الإطار أسهمت معطيات عديدة في تيسير ودعم عملية تنسيق وتوحيد المواقف السياسية وتمكين دول مجلس التعاون من صياغة سياسة خارجية مشتركة حيال العديد من القضايا الأساسية، انطلاقا من حقيقة أنها تمثل تركيبة متجانسة اجتماعيا وسياسيا تجمعها التجربة التاريخية ويربطها الموقع الجغرافي والحدود المشتركة. ومن أبرز الإنجازات التي تحققت مشروعا الاتفاقية الأمنية والربط الكهربائي. أما على المستوى الاقتصادي فقد عكست قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون وتوجيهاته وعيا عميقا لأهمية العمل التجاري وانسيابه عبر الحدود، فكان الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد، انتهاء بتنمية الموارد البشرية والتعاون في مجالات البحث العلمي والتقني. القادة وفي قمتهم الأخيرة في الرياض رسخوا مجددا قواعد كيان المجلس، فالأوضاع الإقليمية والدولية جددت فتح الآفاق نحو البحث في رؤى دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة القضايا والمواقف من تطورات الأحداث. ففي هذا الإطار تم الاتفاق على مد فترة المشاورات السياسية بين الدول، وذلك للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. قضايا الإرهاب والعنف كانت أيضا من أبرز ما تم الأخذ به، حيث تم التأكيد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، كما أكدت دول المجلس على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية وعزمها على الاستمرار في مد يد العون للأشقاء لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له المنطقة العربية من تحديات.